السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. سميتي عثمان، ماركتر فوتوغرافر وفيلم ميكر في عالم البراندين، عالم العلامات التجاريه. شفنا في السنوات الاخيره بزاف تاع التغيرات. بعض الشركات خلاو اللوان تاعهم اللي كانوا معروفين بهم، ووحدين اخرين بسطوا اللوغوات تاعهم ونقصوا منهم كلشي التفاصيل المعروفين ديالهم. من هادشي كله السؤال اللي كيبقى هو علاش داروا هادشي، وكيفاش الشركات كاملين اتفقوا يبسطوا البراندين تاعهم واخا هو اللي ردهم كيبانوا مزيان في هذا العالم العامر بالمنافسه. ايوا في هذا الفيديو غادي نبحثوا جميع في هذا الموضوع، وغادي نشوفوا شنو هو السر وراء التغيير. جينيريك. إلا جيت نسولكم على اللون تاع الشركة أوبو، غتقول لي هو الخضر. هواوي كلنا عارفينه هو الأحمر، وسامسونج طبيعة الحال هو الزرق. متفقين كاملين على هذا الموضوع. المشكل هو إلا دابا مشيتو للسيت تاع سامسونج، غادي تلقاو بلي هذاك اللون الرمزي تاعهم اللي هو الزرق ما بقاش، ولا كيتستعمل غير في واحد التفاصيل صغار، أما في اللوغو الأصلي ما بقاش كاع داك اللون. وهاد الحاجة نقدروا نشوفوها حتى في السيت تاع أوبو مثلا، اللي اللون الخضر ما بقاش كيتستعمل كاع في السيت تاعهم. وهاد التغيير اللي كندوي عليه كيمشي حتى للمحلات تاع هاد الشركات. مشى هذاك الوقت في المحلات تاع سامسونج كلهم زرقين، من هاد العوام الاخرين ولا كنلقاو غير واحد المحلات سامبل ما فيهمش بزاف تاع الالوان. باش نفسروا هادشي غادي نقسموا هاد الفيديو على ثلاثه تاع المحاور. الاول هو الاصول تاع الشركات، الثاني هو كيفاش هاد الشركات كاملين ولا كينقصوا من التفاصيل تاع اللوغوات تاعهم، والثالث هو علاش كلهم تخلاو على دوك الالوان اللي كانوا كيبينوهم في المارشي. في الاصل الشركات كاملين اللي كنعرفوا دابا واللي كبروا دابا في السوق بداو بحال كلشي الشركات الاخرين صغار وما معروفينش، ولهادشي كان خاصهم يشهروا راسهم، يفسروا اش كيديروا، ويبانوا مختلفين على الماركات الاخرين. وهادشي اللي كيفسر علاش اللوغوات تاع الشركات الكبار بحال ابل كانوا فيهم بزاف تاع لي ديتاي، بزاف تاع الميساجات مخبيين، وكانوا صعاب شي واحد يشد داك اللوغو ويعاود يرسمو راسو، حيت بالنسبه لهم في داك الوقت كل ديتاي عنده واحد القيمه ويقدر يبين شنو هي هاد الشركه وشنو هما الصفات تاعها للناس اللي كيكتشفوها عن طريق اللوغو تاعها. هاد الاختيار اللي داروه مكنهم يرسخوا الصوره تاعهم في العقل تاع الناس في هذيك الوقيته، ومكنهم يدخلوا لواحد المارشي اللي كان صعيب وكانوا فيه واحد الشركات قدام شادين بلاصتهم تما. واهم حاجه شحال هادي الا كان عندك واحد اللوغو فيه بزاف تاع التفاصيل تتبان الشركه معقوله وخلصت واحد الناس حريفيه اللي صوبوا لها واحد اللوغو اللي عنده معنى، حيت في ديك الوقيته ما كانش الفكره ان الديزاين خاص يكون واحد الحاجه اللي واضحه وسهله، ولكن قد ما اللوغو فيه بزاف تاع الحاجات قد ما الناس كيعتبروا ان خلصتي فيه بزاف تاع الفلوس. هنا غيبدا يجيكم في راسكم واحد الحاجه، كاينين بزاف تاع الشركات كنعرفهم بدلوا اللوغو تاعهم ودابا عاود ثاني جالسين كيعاودوا يبدلوا فيه. يعني واحد الشركات اللي كانوا تشهروا من شحال هادي وتشهروا بواحد لوغو قديم وطوروه وكانوا عندهم واحد اللوغو جديد، ولكن حتى دابا قرعوا ثاني يبدلوه. وعندكم الحق، من بعد التطور تاع دوك الشركات جاو بدايه ليزورديناتور والاكتشاف تاع 3D، وهادشي دخلنا في واحد العصر جديد. هو واحد العصر فيه النقوش والديغرادي، واحد الموضه اللي كانت كتبان واعره وكتبين واحد الناحيه القدرات التقنيه تاع الشركات. بحال اللي كنا قلنا على قبل كانوا اللوغوات خاص يكون فيهم بزاف تاع التفاصيل باش يبانوا واعرين، في نواحي عام 2000 جات واحد الموجه تاع اللوغوات في 3D وفيهم لي ديغرادي تاع الالوان اللي كانوا في ديك الوقيته كيتعتبروا واحد الحاجه كتبين بلي الشركه مطوره وعايشه في العصر ديالها. ولكن دابا وصلنا عاوتاني لواحد الوقيته اللي كلشي هاد الشركات جالسين كيبدلوا في اللوغوات تاعهم. ابل بدات واحد اللوغو كومبليكي، ومن بعد دات واحد اللوغوات فيهم الوان فيهم ديغرادي، وتوصلت اللوغو تاع اللي عندنا دابا واحد اللوغو ما فيه حتى شي غلياف غير تفاحه مرسومه بالدودي. وابل ماشي بوحدهم، اير بي ان بي مثلا بدات من هذا اللوغو اللي بدات به لهذا، وتم بعد شركات واحده اخرين بحال نيسان انتل ولا كاع برينجلز دازم واحد لوغوات معروفين اللي كنعرفوهم من شحال هادي وفيهم بزاف تاع لي ديتاي، لواحد لوغوات واضحين سامبليفي وما فيهمش بزاف تاع لي ديتاي دودي بحال لوغو تاع ابل. تفسير مورا هذا الشيء عجيب هو التكنولوجيا. عاوتاني الا كان شحال هادي التكنولوجيا اللي ردت اللوغوات فيهم ديغرادي وهذيك 3D، التطور تاع التكنولوجيا هو اللي زاد رجع للناس لهذيك لا سامبليفيكاسيون باش يردوا اللوغوات واضحين وما فيهمش بزاف تاع التخربيق. وبالضبط اش دارت التكنولوجيا في هذا الشيء؟ شحال هذه الجمله اللي كانوا كيسمعوها بزاف لي ديزاينر لي زانفوغرافيست هي كبر اللوغو. شحال هذه كانوا الشركات كيديروا دي زامبريسيون في جورنال في لي ماغازين ولا كاع في الزنقه، حاجه اللي كانت كتدفعهم يقول لي ديزاينر تاعهم يكبروا اللوغو باش الناس تشوفوا كلشي التفاصيل تاع داك اللوغو في لي زافيش اللي كيديروا ولا في لي زانسيرسيون في جورنال ولا في لي ماغازين. ولكن في عصر سمارت فون ولي زابليكاسيون اللوغو خاصو يبقى كيبان مزيان وخا يكون داير سنتيمتر على سنتيمتر. هادشي جاي اولا من لي زيكون تاع لي زابليكاسيون، اللوغو تاع الشركه خاصو يدخل في داك المربع ويبقى باين واضح وكلشي يعرفو. والحاجه الثانيه الناس كيدخلوا للسيت انترنيت في التليفون، وخا نبقاو نكبروا في لي زيكرون تاع لي تليفون هادوك لي زيكرون ما غيفوتوش 7 بوص، يعني اللوغو تاعنا خاص يكون محطوط في هذوك لي سيت ويبقى يبان مزيان، ما خاصش الناس يزوميو فيه باش تشوفوه. خاصنا نشوفوا التغيير بواحد الطريقه مختلفه. في البدايات ديالهم الشركات كانوا باقين في ديك العقليه تاع ستارت اب، حنايا شباب كنصاوبوا حاجات زوينين وكنحلوا المشاكل. هادشي اللي كيفسر علاش اللوغوات تاع الشركات المعروفين دابا في البدايه تاعهم كانوا شويه طفوليين وفيهم بزاف تاع الالوان، حيت في ديك الوقيته اللي كانوا كيديفلوبيو ما كانش عندهم ديزاينر، صاوبوا واحد اللوغو بان لهم الالوان زوينين الكتابه زوينه صافي خلاوه. ولكن مع الشركات بداو كيكبروا في العالم وبداو كيتطوروا بداو كيقلبوا على مستثمرين، وباش يلقاو مستثمرين خاصهم يحسنوا الصوره تاعهم، خاص الصوره تاعهم تولي بروفيسيونيل.
واحد الانفستيسور ما غاديش يجي وميزي الملاين في واحد البروجي عنده اللوغو فيه اللوان بحال اللوغو الاول تاع اير بي ان بي، حيت اير بي ان بي خاصو يبين واحد الصوره تاع السلامه ولا سيكوريتي، حيت كتقول للناس سيروا تباتوا في دار شي حد اخر. يعني هذوك اللوان ديك الكتبه مزوقه بحال هكاك ما كانش غتجلب لي انفستيسور اللي غيبغيو يثقوا في داك البروجي ويحطوا فيه فلوسهم. هاد التطور تاع الشركات هو اللي دوزهم من عصر البراندين فين كنديروا اللوان تاعنا وكنحاولوا نبينوا اكثر اللوغو تاعنا والشركه تاعنا لعصر الدي براندين، كنحاولوا نقصوا كلشي دوك التفاصيل واللوان باش الشركه تاعنا تبقى تبان معقوله بلا ما يكون فيها بزاف تاع الزواق والتخربيق. ولكن هادشي كله اجاب اللوان الهضره. متفقين نقدروا نقصوا من التفاصيل تاع اللوغوات، نقدروا نكتبوا بواحد الكتابه عاديه ماشي بحال الكتابه الطفوليه تاع اير بي ان بي في البدايه تاعها، ولكن اللوان ديما كنقولوا بلي عندهم واحد المعنى. علاش دابا غادي نجلسوا نحيدوا فيهم؟ بحال اللي قلنا في الاول كاين واحد الشركات كنعرفوهم باللوان تاعهم بحال الزرق تاع سامسونج ولا الليموني تاع شاومي. السؤال هو علاش هاد الشركات براسهم تخلاو على اللوان تاعهم وكلهم دازوا للمونوكروم يعني بيض وكحل؟ وكلهم بغاو ينقلوا من ابل. لا، المشكل تاع اللوان هو صعيب ديرهم فين ما كان، وقد ما الشركات كيتطوروا قد ما كيبداو يديروا بزاف ديال الحاجات. في مثال سامسونج شركه كتصاوب من التليفونات حتى لماكينات الصابون، وفوق هادشي كتزيد لي زابليكاسيون لي لوجيسيال. فاش واحد الشركه كتخدم على هاد العدد تاع المنتوجات المختلفين خاص اللوغو تاعها يكون يقدر يتحط في اي بلاصه فوق اي ماده بلا ما يشكل حتى شي مشكل على التصاويب تاعو ولا على الامبريسيون ديالو. هادشي علاش اللوغو تاع ابل مثلا يقدر يتحط على برودوي تاعهم، يقدر يدخل في السميه تاع واحد السيرفيس جديد تاعهم، ولا يدار صغير فوق الحوايج تاع الناس اللي خدامين في ابل بلا ما يشكل حتى شي مشكل مع اللون تاع حوايجهم. وباش يتفاداو هاد المشاكل كاملين كلشي الشركات قرروا يحيدوا اللوان من اللوغو تاعهم ويدوزوا لهاد لي ديزاين سامبليفي. ولكن بطبيعه الحال هذا غير واحد الاختيار داروه بزاف تاع الشركات دقه واحده وماشي قانون. مثلا بزاف تاع الشركات بحال انكر شركه مختصه في لي شارجور ولي كابل تاع التليفونات تاع لي زورديناتور، فاش طوروا السيرفيس تاعهم ولاو كيصوبوا دي زيكوتور دي بروجيكتور فيديو وتا دي برودوي كونيكتي، في البلاصه ما يسامبليفيو اللوغو انكر ويحيدوا منه ديك الحاجه اللي كتميزو اللي هو اللون الزرق ولا هذيك الرعده اللي كتبين انه مختص في الريشارج واللي هي الخدمه الاصليه تاعهم. قرروا يحلوا شركات وحده اخرين بلوغوات ولوان مختصين لكل برودوي كيصاوبوه ولكل سيغمون تاع لي برودوي تاعهم ولا عنده سميه. خلاو انكور لو ريشارج والكابلات تاع بي سي والتليفون، ساوند كور لي زيكوتور والكاسكات تاع الموسيقى، ايو فاي لي برودوي كونيكتي، ونيبولا لي بروجيكتور فيديو ديالهم. وهذا الاختيار ناتج على ان الشركه باقا صغيره وباقيه ما معروفاش مزيان عند الناس كاملين. ما كانش الشركه تقدر تخلى على اللوان تاعها وهي باقا ما مشهوراش كليا مقارنه مع سامسونج اللي واخا تحيد اللوان كاملين ودير لوغو في غير الكتبه بالبيض كلنا نشوفوها نعرفوها. دوينا في الفيديو تاع اليوم على اللوان وكيف الشركات الكبار كيحاولوا يتفكوا منهم، ولكن ما خاصكمش تنقصوا من القيمه ديالهم. اللوان اللي كنستعملوا ولا اللي كنشوفوا عندهم واحد الاثار بسيكولوجي علينا كبير، واحد الاثار اللي يقدر يخلينا تعجبنا واحد الشركه ولا ما نثقوش فيها كاع. تندوي على هذا الموضوع وبزاف اخرين في الفيديو على سنسوري ماركتين، غتلقاوه هنايا كليكيو عليها باش تشوفوها. هادشي اللي كاين في الفيديو، الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج، ما تنساوش تابوناو الى ما كنتوش ابوني، وحنا نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.